يعني أنا ربيت في فترة عادي أدخل إلى عطشان، ما أروح بيتنا، أروح بيت جيراننا أشرب ماء. أول ما رشحت في 96 صرت نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة، صرت رئيس اتحاد كرة السلة 8 سنوات. بس وصلنا لمرحلة أن الصالة نفتحها إذا مباراة 7 نفتحها الساعة 12. في هناك الكثير من مثلا شكك في مشروع الإسكان، قال لا ما شك، وفي إسكان في الحورة. تيلي قبل 2002 بالإسكان في الحورة يقول لك أنت سامحني ما تتكلم بشكل منطقي. حطيت اعلاناتي قبل 5 ايام يعني، فكان في هناك من روج ان انا ما بادخل. مره ثانيه 2018 الشبك الاول على البحرين 75%.